جيبوا الماضي شوفوا ان مفيش مكان بسيبه فاضي شوفوا ليه نجوم شباك خايفين لو في حد مش بيقبل كلامه داخل البيت انا فنان مصري انا مش راب شرطانة عندك باندا في غانا عاملة تندا في غابة عبلة كانت كذابة عامة بتغابة على ما تندا بابة عظم 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 ابي يوسف دادي يعني دادي يوسف فاهم في كابشن اكيد معروف يعني معروف يعني. انا بقول على نفسي رابر عشان اغيظ الرابرز بس انا ك ك كمازن يعني مش بعتبر نفسي رابر انا بعتبر نفسي ارتست انا ميوزك ارتست انا قعدت حياتي لحد مثلا 26 سنه بكتب اغاني كلها لاب جيتار لا 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 وكده فاهم يعني الراب ده جه متاخر في حياتي اصلا طول عمري هعتبر نفسي دخيل على الراب انا كنت اصلا بلعب ماتل وروك وكده فانا شاب اصلا يعني روك وماتل ابتديت راب متاخر شويه في حياتي فاهم فالطريقه اللي انا براب بيها انا مش بحس ان انا عامل زي اي حاجه من الحاجات دي انا براب ابيوسف انا زمان كنت بسجل باللابتوب في الدولاب اول مثلا يعني 200 تراك او 300 تراك كانوا كده فكنت بكتب فيها حاجات فيها شتايم ومن اللي اتعلمته الصراحه ده بيخلي الموضوع اسهل يبقى عكاز او حاجه ان انت عندك فقر في الكتابه شغلت مكان شهيد باسم مازن عنده ليه شمال الدقي حابين نزلت بقي جيت في بالك نقي مش عارف ليه بصراحه دايما على 2 صباحا ببقى شخص ما بيعرفش يتكلم من غير وقاحه لو في حد مش بيكتب كلامه يبقى هو مش رابر هو ممكن يبقى حاجه تانية ممكن يبقى مؤدي ممكن يبقى فنان كاتم نفسكو نتفاهم طب اسكت مش ساهم مش ساكت بدهسكو اسمي بين قوسين وبنتسابق على الاسهم في تات 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 في تات تات في خمس قافيات اصلا معظم الناس بتراي مثلا مش عارف ايه انا في البيت جبت زيت فاهم وده ممكن ده بعمل ده كتير فاهم بس الشغل اللي هو الراب الصرف قوي ده بيبقى فيه التركيبه دي كتبنا يتقدف يتقدم قربان دي دخلت قبطان كل ما افتح قلبك لف مصران دخلت قطران خارج عن نهج القطبان اخر النكران مش على السفرة في الحفرة بغرف له تراب انا اتعلمت الكتابة من خلال شغلي في الاعلانات انت بتضطر تبقى 500 حاجة في نفس الوقت يعني ممكن النهاردة تكتب مهرجان بكرة تكتب اعلان مفروض يعيطك بتاع مستشفى يعني اغنيتي المفضلة ماي هارت ويل جو بتاعت سيلين ديون وبحب الاغاني دي قوي اللي هي بطلوا يعملوهم الصراحة يعني اخر اغنية كانت كده كانت هالو بتاعت ادل غالبا وبتاعت مايلي سايرس اللي هي لا 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 عارفها دي لا 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 هي اللي يعني بتاعت ويتني هيوستن عارف دي بحبها دي بحب انا الاغاني دي قوي بغلي المسارح ببقى فوق ببقى طير ببقى جارح تهت شوية قمت سارح كل ده لسه من امبارح ماشي نجم الغناء مترو الانفاق في الدولاب قالك ده راب اسكت مش طالبة غباء في كام باند في مصر؟ 5 نقول 7 10 20 30 40 الرقم ده كله على بعضه دول ربع الرابرز اللي موجودين في الهرم بس مثلا كل حد شاطر جدا في حاجه في جامد بالارقام في جامد باحسن كتابه احسن فلو احسن اختيار بيتس احسن بروديوسر على ارض الواقع بره التراك بره المايك في ارض الواقع مع بعض في مسانده وفي نرفع بعض كلنا بس احنا في شغلنا كل واحد يعني بيحاول يخلي التاني يغير من قد ايه هو متقن اللي هو بيعمله يعني في الوطن العربي كله اقوى مجال في المزيكا في مصر هو الراب سين بجد مش ببالغ يعني فانا غالبا يعني مش غالبا هو انا اجمد راب في الوطن العربي يعني لو في حد معترض على ده رايه فارق معايا مفيش بس تمام واي حد بيكتب راب المفروض يبقى حاسس بكده يعني لو انت مش حاسس لو انت بتكتب راب ومش حاسس بكده روح العب تنس مالك تنحت ليه ساكت انت جيت بالاكرام بعمل موج وانت بتركب وراه قبل مكتشف وبتمشي في قطار انت جامد بابا بابا بابا